أخبار من أي تي في العدالة وفيها: اجتماع بين مكتب المجلس ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين بمواجهة كورونا غدا. 3 حالات جديدة ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين بكورونا 65 حالة. الحكومة تنفي ما يتداول عن تعويض بعض التجار جراء كورونا. ومن العناوين إلى التفاصيل: قرر مجلس الوزراء تمديد عطلة الدراسة 2 أسبوعين إضافيين في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ويشمل القرار جميع المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز الأوقاف والشؤون الإسلامية، ويمتد حتى 26 مارس الجاري. وأعلن الناطق باسم الحكومة طارق المزرم إغلاق جميع صالات السينما والمسارح والفنادق وخيم الأفراح حتى إشعار آخر، كما أعلن منع إصدار سمات الدخول إلى البلاد وحصرها على البعثات الدبلوماسية. بتلو عليكم بعض القرارات اللي تم قرارها في جلسة اليوم، وبعدين راح نفتح باب الأسئلة. إلزام كافة الجهات الحكومية بعدم السماح بمباشرة العمل للموظفين الكويتيين وغير الكويتيين المشمولين بكافة أنواع الحجر الصحي الإلزامي للعلاج أو احترازيا، سواء كان بالمنزل أو بمراكز الإيواء أو المستشفيات أو غيرها، وذلك تقيدا بقواعد الحجر والمدة التي تقررها وزارة الصحة. تكليف وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة الصحة بإيقاف إصدار جميع سمات الدخول والتأشيرات الفيزا، بحيث تكون محصورة من خلال البعثات الدبلوماسية في تلك الدول بعد اعتمادها من قبل وزارة الصحة. تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء بشأن تعطيل الدراسة في كافة المدارس والجامعات والكليات الحكومية والخاصة والكليات العسكرية ومراكز وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لمدة 2 أسبوع إضافيين، من ثم مراجعتها على أن يتم تكليف كل من وزارة التربية ووزارة التعليم العالي تقديم التصورات العملية الكفيلة بمعالجة الاحتمالات المستقبلية والأثار المترتبة على التعطيل وما يتصل ببدائل التعليم التقليدي والاختبارات وإجراءاتها. دعوة الاتحادات الرياضية لوقف النشاط الرياضي والمباريات الودية حتى إشعار آخر. إغلاق كافة صالات السينما والمسارح وكذلك صالات الأفراح العامة والخاصة وصالات الفنادق، ومنع إقامة القاعات المؤقتة وذلك حتى إشعار آخر. تكليف بلدية الكويت بالتنسيق مع وزارة الصحة للنظر في التوعية وتنظيم مراسم العزاء في المقابر بما يتفق مع الإجراءات الوقائية لتجنب أسباب العدوى وانتشار الوباء. في تعميم صدر من وزارة الصحة يوضح خاصة إجراءات الوصول من الخارج للمواطنين والمقيمين. هذا التعميم من 3 فئات، يحدد كل فئة الدول وشنو الإجراءات المطلوبة، وراح أكلمكم عن ما هو الحجر الخاص فيه. فالتعميم الأول يخص إجراءات وزارة الصحة على القادمين من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. الدول كالتالي: الصين، كوريا الجنوبية، هونغ كونغ، إيطاليا، إيران، العراق. هذا يسمى يطلق عليهم الحجر المؤسسي. المقصود الحجر المؤسسي حجر إلزامي صارم لمدة 14 يوم يتم فيه متابعة الشخص وتطبيق الإجراءات الصحية المقررة بالنسبة لهذه الدول. تعميم رقم 2 هم يخص إجراءات وزارة الصحة على القادمين من المواطنين والمقيمين في دولة الكويت. الدول كالتالي: سنغافورة، اليابان، تايلاند، بنغلاديش، الهند،
الفلبين، سريلانكا، مصر، سوريا، لبنان، أذربيجان. يطلق عليه الحجر المنزلي وهو كالتالي: الالتزام بعدم الخروج من المنزل إطلاقاً وذلك لمدة 14 يوم مع متابعة أطباء الصحة الوقائية، طبعاً في وزارة الصحة، متابعة الإرشادات الصحية والاتصال على الخط الساخن في حال أي تطور في الأعراض، والتلفون كالتالي: 2-497-0967. أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن اجتماعا سيعقد غدا بين مكتب المجلس ورئيس الوزراء والوزراء المعنيين بملف كورونا، داعيا من يرغب من النواب إلى الحضور. وأضاف الغانم أن الاجتماع لن يكون مطولا وإنما مصغر للاستعاضة عن الجلسة الطارئة. كما ذكرت في تصريحي عندما ألغينا انعقاد الجلسة الطارئة بخصوص الكورونا بأنه سيتم الاستعاضة عن الجلسة بلقاء مصغر بين مكتب المجلس والمعنيين في الحكومة يوم غد الساعة 12:30، سيكون هناك اجتماع بين مكتب المجلس وسمو رئيس مجلس الوزراء وبعض الوزراء المعنيين، وأيضا لمن يرغب من النواب حياه الله يوم غد الساعة 12:30 في مكتبي للاطلاع أيضا على آخر تطورات الكورونا وما قامت به الحكومة من إجراءات لمكافحة هذا الوباء. لازلت أكرر وأشدد على أننا نطبق ونلتزم بتوجيهات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة بدولة الكويت قدر المستطاع، وندعم ونساند الأخوة المعنيين في الحكومة، ونشكر الكوادر الطبية والفنية المتخصصة في وزارة الصحة وكافة الجهات المعنية الأخرى، ونشكر أيضا المتطوعين. ويوم غد فرصة لإجابة بعض الاستفسارات التي قد تكون موجودة من النواب، وقد جمعت العديد من الأسئلة التي سنوجهها للوزراء. لن يكون اجتماع مطول حتى لا نشغل الوزراء عن القيام بأعمالهم، إنما هو تنفيذا لما ذكرته في السابق من أنه سيتم الاستعاضة عن الجلسة الطارئة التي ألغيت بلقاء مصغر مع سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين. أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 3 حالات إصابة بفيروس كورونا في 24 ساعة الماضية، حيث سجلت حالة واحدة إضافية لما أعلن عنه أمس. وأوضحت الصحة أن حالتين من الحالات 3 مرتبطتان بالسفر إلى إيران والثالثة عائدة من أذربيجان، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 65 حالة. بالنسبة لعدد الحالات التي تم رصدها خلال 24 ساعة الماضية، ففي 24 ساعة الماضية تم رصد 3 حالات، حالتين تم الإعلان عنهما بعد مؤتمر الأمس، وصرحت الوزارة في ذلك في وسائل الإعلام، وحالة واحدة التي أتت لاحقا، حالتين مرتبطتين بالسفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وحالة واحدة مرتبطة بالسفر إلى جمهورية أذربيجان، والتفاصيل في تصاريح الأمس تجدونها. يبقى عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت 65 حالة، عدد حالات الشفاء حالة واحدة، الحالات التي ما زالت تتلقى الرعاية الصحية والطبية في إحدى المستشفيات المخصصة لذلك 64 حالة، وذلك بواسطة فرق طبية مشكلة ومتخصصة في التخصصات ذات الصلة للحالة المرضية. عندنا قسم للأمراض الباطنية بجميع تخصصاته، عندنا كذلك استشارين وخبراء في الأمراض المعدية، هذا بالإضافة إلى الاستشاريين والمتخصصين في العناية المركزة. عدد الحالات التي في العناية المركزة ما زالت 3 حالات كما هي بالأمس، حالة واحدة حرجة وهي في العقد السابع من العمر، أما الحالتين
حالة في العقد السابع كذلك وهي مستقرة، وحالة في العقد الثامن وهي مستقرة، إلا أن الحالات الثلاثة في العناية المركزة. عدد المسوحات التي تم أخذها خلال الفترة الماضية بمجمل 5580 مسحة. 5580 مسحة ظهرت منهم 65 حالة، مجمل الحالات المسجلة في دولة الكويت. أما فيما يخص المحاجر فنطمئنكم بأن إخواننا المواطنين بخير، وهناك الفرق المتخصصة الطبية والصحية تقوم على وتسهر على راحتهم وخدمتهم طوال الساعة وطوال اليوم، ويبلغ عدد إخواننا المواطنين المتواجدين هناك 906 حالات المتواجدين في الحجر الصحي، والأعداد تزيد أو تنقص حسب التنقلات وفقا للحاجة. قال رئيس لجنة الميزانية والحساب الختامي النائب عدنان عبد الصمد إن اللجنة ناقشت الإطار العام لميزانية السنة المالية الجديدة 2020-2021 بحضور وزير المالية براك الشيتان، مؤكدة ضرورة اتخاذ إجراءات جادة نحو إعادة النظر في القوانين المتعلقة بقواعد تنفيذ الميزانية. وأضاف أن اللجنة استمعت إلى عرض مرئي من وزارة المالية حول تقديرات الميزانية الجديدة للإيرادات والمصروفات وأهم العوامل المؤثرة في إعداد تقديرات الإيرادات النفطية، والتي تشكل 87% من إجمالي الإيرادات المقدرة ب 14.8 مليار دينار. طالب النائب بدر الملا بضرورة العمل على وجود فريق إدارة أزمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وأنه على الحكومة إعادة النظر في طريقة الإنفاق. كما طالب كذلك هيئة أسواق المال بتفعيل المادة 44 من قانون الهيئة في إيقاف البورصة لمدة أسبوع لحين تبيان آثار أزمة كورونا على السوق الكويتي، مشيرا إلى أنه على الحكومة أن تكون حكومة وقاية لا حكومة علاج. وأنا أعتقد الآن آن الأوان أن يكون لدينا إدارة أزمة. الآن نحن لا نتحدث عن مجلس وزراء فقط، وإنما يجب أن يكون لدينا فريق إدارة أزمة. الآن لا يقف الأمر عند الأمور الصحية، استطال إلى الاقتصادية والاجتماعية والأمور المالية للدولة. فالبورصة اليوم على هيئة أسواق المال أن تكون متتبعة بشكل حذر لتداعيات هذا الأمر على البورصة الكويتية، وتفعيل المادة 44 من قانون هيئة أسواق المال، وهذا التفعيل يجب أن يكون سابق وليس انتظار فتح السوق ثم بعد ذلك يصدر قرار بوقف السوق. أنا أعتقد يجب أن يكون هذا الوقف لفترة زمنية لا تقل عن أسبوع، إلى أن يعني يتبين بعد ذلك آثار هذا الأمر على السوق الكويتي. السوق الكويتي لا يتأثر فقط بأزمة كورونا، وإنما أيضا يتأثر بتأثر الأسواق الخليجية التي تأثرت بأزمة كورونا، ويتأثر بتأثر الأسواق العالمية. كلنا شفنا اللي صار بالداو جونز وبعض الأسواق العالمية من هبوط وسقوط حر حقيقة في مؤشرات هذه الأسواق. لذلك أنا أعتقد الأمر الآن يستوجب على هيئة أسواق المال تفعيل المادة 44 بوقف التداول لفترة زمنية قابلة لعملية إصلاح الوضع. طالب النائب رياض العطساني مجلس الوزراء بدراسة التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا عالميا على الكويت، التي أدت إلى انخفاض أسعار النفط وخسائر لأسواق المال المحلية والعالمية. وأوضح أن تداعيات انتشار كورونا طالت مؤشرات أسواق المالية المحلية والعالمية، ما سيؤثر أيضا على الكويت باعتبار اعتماد الهيئة العامة للاستثمار على الاستثمارات الخارجية وارتباط بعض استثماراتها بحركة الأسهم المحلية والخارجية. وطالب العطساني بإعادة دراسة وتقييم الأصول المتعلقة بالصندوق السيادي وصندوق الأجيال القادمة والاحتياطي العام. وبخصوص الآثار الاقتصادية ومدى انعكاسها على دولة الكويت، منها فيروس كورونا وكذلك الأمور السياسية التي أثرت بشكل مباشر على نزور أسعار النفط ومدى انعكاسها والسلبيات التي سوف تؤثر على إيرادات الدولة كونها تعتمد كليا على صادرات النفط، والكويت تصدر ما يقارب 80% إلى
دول شرق آسيا، إضافة على ذلك الآثار الاقتصادية التي أثرت بشكل مباشر وشديد على نزول مؤشر البورصة سواء المحلية أو الخارجية وهي الدولية. عندنا هيئة العامة للاستثمار معتمدة على الاستثمارات الخارجية وكذلك الأسهم سواء المحلية أو الخارجية، يجب إعادة دراسة الموضوع سواء الآثار المترتبة على أسعار النفط أو الاستثمارات هي إعادة التقييم الأصول مرة أخرى. هناك تحديات على الحكومة أن تباشر مسؤولياتها والالتزام في الميزانية وترشيد الإنفاق وضبط الأمور المتعلقة في اللوائح والنظم في ميزانة الدولة. بالإضافة النقطة الأهم أني وجهت رسالة مباشرة للحكومة الأسبوع الماضي بتاريخ 1/3/2020، اليوم 9/3/2020، اليوم مجلس الوزراء سوف ينعقد، يجب أن يرى تلك الأمور ولا تكون الأمور متدهورة ويعالج. دائما الوقاية خير من العلاج. نعم هناك أمور صحية وأمور طبية ومهنية، الشأن السياسي لا يقحم في الأمور الطبية فيما يتعلق في الكورونا، لكن أيضا هناك آثار سياسية وآثار اقتصادية يجب النظر فيها. أشاد النائب يوسف الفضالة بقرارات مجلس الوزراء لمواجهة فيروس كورونا ولا سيما المتعلقة بوقف خطوط الطيران مع بعض الدول وتعليق الدراسة. وقال الفضالة أن هذه القرارات جاءت متأخرة مشددا على أن الظرف استثنائي ويتطلب قرارات استثنائية غير مسبوقة، واعتبر أن العبء على مجلس الوزراء ثقيل من خلال هذه الأزمة وأن اتخاذ القرارات الاستثنائية في هذا الظرف الاستثنائي يجب أن يكون واضحا ويستمر دون خوف. حقيقة الإشادة في بعض القرارات التي يعني أتت متأخر، يعني أنا من أول مؤتمر صحفي كنت طالب في أمور معينة، واليوم بعد يعني طول الفترة هذه يتم يعني تحقيق هذه المطالبات، وكان المطالبات أما بقطع خطوط الطيران وأيضا إعطاء المدارس والطلبة إجازة أطول. وبالتالي يعني حقيقة أشكر الأخوة في مجلس الوزراء على يعني الاستماع إلى هذه المطالبات، ويجب أن ننبه عليهم بأمر أساسي وأمر واضح. اليوم لما كنا نطالبكم في أمور معينة استثنائية، لأن اليوم الظرف هو استثنائي، وأنت لما أتي وتكون قائد في هذه المرحلة وتخرج بقرارات استثنائية غير مسبوقة من دول محيطة لك، اليوم كل الدول هذه قاعد تتخذ نفس خطواتك. تقدم النائب الحميد السبيعي باقتراح بقانون يمنح أبناء المرأة الكويتية إقامة دائمة أيا كان عمره وأيا كانت جنسيته، وأوضح السبيعي أن اقتراحه جاء في إطار السعي لتخفيف من معاناة المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومن غير محددي الجنسية، وسعيا لطمانتها على أبنائها وعدم الدخول في موضوع التجديد السنوي لإقامات الأبناء الذي يعتبر عبئا متعبا لها. وأضاف السبيعي أن هذا الإجراء يوفر للمرأة ولأبنائها أبسط حقوقها في تحقيق حياة كريمة للأبناء من خلال ضمان عدم الدخول في مشاكل مخالفة الإقامة، وهذا ما يتعرض له الكثير منهم الآن وهو ما لا نقبل به إطلاقاً. قالت النائب صفاء الهاشم أنها تقدمت اليوم ومجموعة من النواب وبصفة الاستعجال الاقتراح بقانون لتعديل أحكام القانون رقم 8 لسنة 1969 بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض السارية والأوبئة، أهمها تخويل وزير الصحة لفرض قيود مؤقتة أو دائمة على حركة دخول وخروج الأشخاص في أي معبر من معابر البلاد. وأضافت الهاشم اقتراح القانون ينص أيضا على إخضاع المقيمين المتمتعين بإقامة والعائدين من بلدانهم إلى الكويت للفحص الطبي والعزل، وفي حال عدم الامتثال للإجراءات الصحية يرحل فورا إلى بلده مع منع العودة إلى دولة الكويت بصفة نهائية. أعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم أن لا صحة لما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن صدور قرار من مجلس الوزراء بتعويض بعض التجار بسبب فيروس كورونا المستجد.
أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة عن توحيد الزي للعاملين في الوزارة في المحاجر الصحية والمطارات، وعزت الإدارة القرار إلى سرعة التعرف على منتسبي وزارة الصحة والعاملين فيها لطلب الخدمات الطبية منهم، وكذلك التعرف عليهم من قبل جهات الدولة المشاركة في مكافحة فيروس كورونا.